من حاضرة تهج بالنشاط التجاري والحركية السياحية إلى مدينة أشباح افتقدت زخمها الاقتصادي وباتت من حين لآخر تتعالى في أجوائها صرخات واحتجاجات لأهالي وجدوا أنفسهم من دون مورد رزق. هذا هو حال بلدة كاستيخو أو مدينة الفنيدق اليوم، بعدما شكلت لعقود ممونة للسوق المغربية بأنواع مختلفة من السلع والبضائع وكانت قبلة للمتسوقين من كافة مدن وأقاليم المملكة قبل أن يتم إغلاق باب سبتة بشكل نهائي وينتهي معه كل شيء. الديوانة شدت، ما كاينش المعاملين، ما كاينش المطعفين خدموا معنا حتى شي حال، والشباب ملي كيخرج يعمل مظاهرات كيضربوهم في الحجر في أول مظاهرة، الناس كيرميو راسهم في البحر، حنا ما لاقيين معنا ناكلو، ما لاقيين فين نخدمو، يلقاونا شي حال كنطالبو من المسؤولين، حيت هاد المدينة ما فيها حتى شي مطعم الخدمة من غير باب سبتة. كنقول السما أنا مريضة بالسرطان، كنقول السما كالطبيب سدت الديوانة، ما عندي باش نمشي للطبيب، مالي ندير كيخرجوني، الكرة طلعت عليا هادي عام. بناتي ما بقوا كيجبروا ما ياكلوا، الراجل مريض والله من هذا منكر، هاد الناس داونا الحق ديالنا وحنا ما طلبنا حتى حاجه، طلبنا يعوضوا لنا الحقوق ديالنا ويفتحوا لنا الموضع ديالنا اللي غنخدموا فيه، حيت البديل واخا عملوا لنا البديل هنايا ما غيعوضوناش الشيء اللي دعمنا، حنا خلينا فلوس ديالنا، خلينا الوقت ديالنا، خلينا الطبيب ديالنا، خلينا كل شيء ديالنا. دابا كنطلبوا من جلاله الملك يسمع النداء ديالنا ويشوف من حالنا ومن حال وليداتنا، راه تشردنا حنا وولادنا. لما هاد الباب تشدات الناس ضاعوا، وخصوصا الناس اللي خدامين مساكن في الديار، ناس خدامين بلا ماتيو ديالهم ضاعوا بزاف ماشي شويه. هاي واحده مسكينه اللوسه ديالي مسكينه، الله يحسن العون، العزله كانين جالسين لا خدمه لا ردمه، ما كاينش البديل. حنا كنعانيو بزاف ماشي غير شويه، تقهرنا، انا راجلي راسو بيدو كيقول لي باقي لي حل واحد نعلق راسي. لا مطلب آخر يعلو فوق التمسك بإعادة فتح الديوانة، صرخة مكتومة في صدور الأهالي منذ إغلاق معبر باب سبتة ويتردد صداها في احتجاجات باتت تتكرر كل جمعة في المدينة. يزداد الوضع قتامة عند شباب المدينة بعد أن وجد أغلبهم نفسه يعانق جدران الأحياء في غياب تام للمرافق، لتفاقم حدة الحرمان من فرصة تكسب كانت الديوانة في وقت قريب هي مصدره لتوفير متطلباته من الكساء والترفيه. من أهم الإكراهات اللي كيعانيها الشباب في هذه المرحلة هو غياب ديال فرص الشغل، وما كاينش قنوات واضحة لانطلاقا منها يمكن أن توفر فرص الشغل للشباب. الشباب الآن مشتت، ما عرفوش غادي يمشي في اتجاه ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ولا مشروع انطلاقة، وكاين واحد مجموعة ديال الإكراهات ومعلومات اللي هي غايبة، وخاص يتعمل مجهود أكبر للمواكبة ديال هاد الشباب في هاد الاتجاه. ومن الجانب الآخر خاص اللي وجب أنه يتم التركيز عليه بالنسبة للشباب هو التوجيه. إذا كان الآن دابا كيتخدم على المنطقة الحرة اللي كاينة اللي كتخدم عليها، واش تعمل عمل باش أننا نأهلوا هاد الشباب في مرحلة معينة، أم مجرد تكمل الأشغال يكون عنده حظ في أنه يتواجد تما، واش كاين مواكبة للمقاولات المحلية والشباب اللي بإمكانهم أنهم يقدموا إضافة، وقبل هادشي كامل شنو محل من الإعراب ديال الشباب في هاد المنطقة، وكيفاش أنهم يوليوا يكونوا جزء لا يتجزأ من الناس اللي يمكن أنها تستفد من هذه المنطقه الحره. وبالتالي العمل الاساسي اللي خصو يتعمل هو التوجيه والمواكبه الحقه اللي بصح قائمه على 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 برنامج وعلى واحد التوجه اللي هو واضح اللي ضمن النتائج، حيت المرحله لا تستدعي ان نبقاو كنناقشوا بواحد اللغه تسويقيه محضه لشنو يمكن يتعمل، وانما خص يتعمل وخص يتعمل حل للشباب سواء على مستوى التوجيه وعلى المستوى ديال المواكبه. في المحطة الرئيسية
يتجلى مظهر آخر من مظاهر الأزمة الاقتصادية الخانقة في الفنادق. سائقون ينتظرون لساعات طويلة، ينتظرون دورهم لإركاب زبائن أصبح وجودهم عملة نادرة في وقت تراجع فيه الطلب على خدمات النقل إلى المدن المجاورة. ما كاينش الخدمة حاليا، كاين تما دابا كاين حساسين على الطوموبيلات ديال مواليهم وصافي، فهمتي؟ الخدمة ما كايناش. الحالة الوحيدة اللي كانت عندنا هنا هي معبر باب سبتة، هذيك اللي كنا كنترزقوا لله معاهم، فهمتي؟ كنا كنتيسروا لله تما، كنا يعني كندخلوا ونخرجوا، وكاين الرزق، الناس كتجي على برا والتاكسي محرك كلشي محرك. دابا الامور كلشي واقف هنا في النظام، كلشي ما خدامش لا بالحوانت ولا بالسوق ولا باي حاجه، فهمتي؟ وراه سبق الاخوان داروا مظاهره ديالهم المسائل، انت كتعرف كطلب كنطلبوا يعني المعيشه. الانسان حاليا دابا كيبقاش على المعيشه، فهمتي؟ يبقاش الانسان باش ما يبقاش يبجوع مع هاد الناس هنا. اي واحد سير غنضر، اي واحد دق عليه في الباب ديالو قول له كيف داير، يقول لك برا ما خدامش، راه جالس ما كيجي منها حتى شي حاجه. الله يحسن العون، شي هذه الجائحه راه غلبت علينا. وقت ان المسؤولين هما اللي سامحين فينا، المسؤولين ديال البلاد هما اللي سامحين. ما عمره شي واحد جا المحطه ديال التاكسي وسول المهني شنو كيعاني، ما عمره شنو كتعاني، واش خصك شي حاجه ولا هادي ولا هادي، حتى شي واحد ما كاينش اللي سول فيك، فهمتي؟ ما كاينش اللي سول فيك. أصابع الاتهام توجه للمسؤولين عن تسيير الشأن المحلي للمدينة وكيفية تجاهلهم للإشارات التي كانت تنذر بحدوث كارثة ووقوع احتقان اجتماعي. فالمشاريع الاقتصادية والخطط الواقعية وحدها ستذيب العلاقة الأزلية بين باب سبتة وسكان الفنادق. كيف يعقل أن عندك واحد المدينة في واحد الموقع استراتيجي، واحد الإمكانيات اللي هي كبيرة، وتبقى أن الرهان ديالها بقى محبوس فقط على المعبر باب سبتة، مع ان كان بالامكان ديالها ان تكون واحد المدينه اللي هي نموذجيه من خلال واحد مجموعه ديال المشاريع اللي هي تنمويه، وعلى جميع واحد المجموعه ديال القطاعات، القطاع التجاري، القطاع السياحي، يعني واحد المجموعه ديال القطاعات اللي خصها تكون تنمات في هذه المدينه هذه. ولكن بفضل او لا غادي نقولوا بان هاد يعني هاد المجالس المتعاقبه واللي ما فعلا ما قدمت لا شيء يذكر لهذه المدينه هذا، وهذا من اللي ما كنشوف فعلا من اللي كنجيو الرهان اللي كان عند على المعبر تم يعني التوقف ديالو. اذا هنا كيبان باننا ما خدمنا والو، ما وجدنا والو، ما عطينا والو، ما ابتكرنا يعني حلول، ما ابتكرنا مثلا استراتيجيات، ما ابتكرنا حتى شي حاجه. اليوم كيبان اننا لو خص اعاده النظر، وخص تكاتف الجهود ديال الجميع، لا من ناحيه المجالس المنتخبه، لا من الفاعلين الاقتصاديين ولا الجمعويين ولا السلطات ولا الشركاء، يعني اننا اليوم لابد اننا خص تكاتف الجهود ديال الجميع، ولابد اننا خصنا نجتمع على واحد التصور، واحد رسم، واحد المخطط لهذا البلاد هذا، باش يمكن اعاده بناء هذه المدينه من جديد. في نهاية كل أسبوع يستبشر سكان المدينة بحلول تطبق على أرض الواقع، حلول ستغنيهم عن النزول إلى الشارع والاحتجاج. فهل ستكون هذه الجمعة هي الأخيرة؟